أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وما زلنا نتابع مستجدات ما حدث صباح اليوم من نشوب حريق بكنيسة أبو سيفين بالجيزة، حيث أشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أنه تم رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، مشيرا إلى توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين. وأوضح عبد الغفار أن إجمالي عدد الوفيات في الحريق بلغت 41 وفاة بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا، منوها إلى مغادرة 2 من المصابين للمستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما يتلقى الرعاية الطبية حاليا 12 مصابا منهم 5 في مستشفى العجوزة و7 مصابين في مستشفى إنباب العام، مشيرا إلى أن 4 من المصابين حالتهم غير مستقرة. وتقدم فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بخالص العزاء والمواساة إلى قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة بن بابا، كما توجه فضيلة المفتي بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا وأهليهم سائلنا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية ويدين عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار. أيضا نعت الطائفة الإنجيلية بمصر على رأسها الدكتور القس أندريا زكي ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بن بابا والذي وقع صباح اليوم الأحد، وأضافت في بيان نصلي أن يمنح الله عزاء وصبرا لشعب الكنيسة في بن بابا وأن ينعم الله على المصابين بالشفاء العاجل. من جانبه أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحريق الذي وقع اليوم في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وتابع رئيس الوزراء جهود مختلف الجهات في إطار تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمصابي الحريق وتوفير سبل الرعاية والدعم لهم في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا وقوف الحكومة ومساندتها الكاملة لأسر الضحايا الذين وافتهم المنية في إحدى دور العبادة، داعيا الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. وإلى وزارة التضامن، حيث قامت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن بزيارة مصابي حريق كنيسة أبو سيفين بن بابا والذين تم نقلهم لمستشفى العجوزة وبن بابا العام من أجل الاطمئنان على حالتهم الصحية. ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة بسرعة التحرك وضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي مقدمة التعازي لأسر المتوفين وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية. وتقرر صرف مبلغ 50,000 جنيها في حالة وفاة رب الأسرة ومبلغ 25,000 جنيها في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة ومبلغ 5,000 جنيه لكل حالة إصابة. ودعم أسر الضحايا لمدة عام مع صرف معاش شهري للأسر التي فقدت عائلها، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات التي تحتاجها الأسر المنكوبة، كما تقرر صرف 50,000 جنيها أخرى لأسر الضحايا من قبل الأزهر الشريف والجمعيات الأهلية. وانتقل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لموقع الحريق لمعاينته والوقوف على ملابساته ومتابعة أعمال نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وأكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة بكامل أجهزتها في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات الموقف، مؤكدا على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والاطمئنان عليهم حتى تمام شفائهم. وحرص محافظ الجيزة على تفقد حالة المصابين بمستشفى العجوزة للوقوف على حالتهم، مشددا على تلقي المصابين لسبل الرعاية اللازمة لهم على أكمل وجه، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لأسر المتوفين والمصابين. وأعرب محافظ الجيزة عن بالغ حزنه لأسر وأهالي المتوفين في مصابهم الأليم، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته.
أيضا أعربت وزارة الخارجية عن بالغ التعازي وصادق المواساة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية في ضحايا حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة الذي وقع صباح الأحد. ويتقدم وزير الخارجية وأعضاء الوزارة بعميق العزاء لكافة أسر ضحايا هذا الحادث الأليم، داعين الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل. من ناحية أخرى، وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى مقر الحريق لمتابعة الأوضاع. هذه كافة المستجدات حتى الآن، بالتأكيد سنوافي حضراتكم بكل جديد على مدار الساعة. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وانتظرونا في تغطية جديدة على مدار اليوم. إلى اللقاء. Thank you.